السلام عليكم. انا مواطن ابراهيم زياده، نقيب في مخيم جباليا. نقدم الشكر والتقدير للهيئه الهاشميه الاردنيه والملك عبد الله بما قدموه من مساعدات لمخيم اللاجئين بمعسكر جباليا، ونشكره على هذه المساعدات لانها كان لها سهم كبير في انقاذ المخيم واهل الشمال في قصه المجاعه. اليوم هذه الكابونه ساعدت انه ايش فيش انتشار مجاعه، يعني لولا الكابونه هذه والمساعدات اللي قدموها كان صارت مجاعه زي ما مرت المره اللي فاتت، وانقذت المرضى وانقذت الناس ايش من الجوع.